أشكر أستاذ مصطفى رغم قدمي عهدي بالتدريس، فإن النشاط ما زال يفور ويفور، وليته يبقى معنا إلى سنوات مقبلة. في السنوات المقبلة وقد دخلت معه في هذا المشروع منذ التحاقي بهذه المؤسسة منذ 3 سنوات، واستمرنا في هذا المشروع والحمد لله إنه في نهايته، ونتمنى أن من الشركاء جمعية قصبة أن تساهم معنا في هذا المشروع لنتركه لهذه المؤسسة نموذجا تقتدي به جميع المؤسسات التعليمية في نيابة العرائش. ونشكر الحضور ونشكر التلاميذ على